عايزين نبتدي ناكل بقى يا مستر موس، ايه رأيك؟ ناكل؟ Very good. أكلة حلوة. أنا جاهز. أنت ريدي ولا؟ يا ريدي يا ريدي. طيب يعني طبعا الحاج أيمن يا ريت بقى تحضروا لنا القعدة، احنا عاملين لكم كده قعدة عربي النهاردة، الحاج أيمن عاملها لنا قعدة عربي كده، قعدة عربي مع البيتزو. يعني ف اتفضل يا كوتش. Thank you. شكرا. لا come with me to see the food. The chef has prepared the food. Oh, where do you start? Look at that. Everything is ده here. اول واحد ده خروف مندي. معمول في فرن المندي. تمام. بعديه على طول دي فراخ مندي. اللي قدام دي على طول فراخ مندي. اوكي. تمام. اوكي. دي موز. موز بالرز البسمتي. My favorite. Yes. كل الشغل اللي تحت الارض. تعال كوتش، تعال اتفضل. ده هنا داخل ديخر ده خروف ضاني. تمام اللي هو واقف ده. اللي هو ده جدي. جدي اللي هو الجديان المعز. تمام. دي فراخ اللي هي المندي، ده حمام محشي فريك وحمام محشي رز. تمام. ده الصوص الاحمر ده اللي هو الخلطه بتاعت الرز المندي بتاعت المندي، تحط فوق الخروف كده بيتاكل المندي. تمام. دي الطواجن، طاجن باميه وطاجن ملوخيه وطاجن خضار مشكل. دي المحاشي بتاعتنا اللي هي الفلفل والكوسه والحاجات دي، ملوخيه الرز باللحمه بالحاجات دي. تمام. كل الكلام ده موجود وجميل جدا وحاجه رائعه جدا، كل ده معمول على شرف مستر بيتسو موسيماني. All this for me for one night. ده اقل واجب نقدمه له والله. يعني ده اقل واجب والله. مفرح كل الاهلاويه وان شاء الله الفتره اللي جايه كمان تبقى اكتر واكتر. ان شاء الله. هننتقل هناك عشان ناكل. هنقعد هناك ان شاء الله عشان ناكل. تعملوا لنا الاكل التمام وكل ده حاجه. ده ديك رومي. تمام. محشي بالخلطه بالكبد بالرز بالقوانص. تمام. وحوالين منه فراخ بلدي محمره، وحوالين منه سمان بري، جايب فيه سمان بري جايبه برضه ودوقه له عشان هو حبيبنا. ماشي. يعني عشان السوبر، كاس السوبر. We should invite all the Ali supporters. بيقول لك لازم نتاكد كل جماهير النادي الاهلي. يس ده هو اللي حضرتك برضه ولجمهور النادي الاهلي كله. The dog is the favorite. This one favorite for my children. حمام. I love it when they حمام. يس فريك محشي فريك وفي محشي رز.